السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم عادات دينية يجب الالتزام بها. العادة الأولى: قراءة سورة الكافرون قبل النوم تبرئ صاحبها من الشرك. العادة الثانية: قراءة سورة الإخلاص يوميا 15 مرة في اليوم يبني الله قصرا في الجنة لقارئها. العادة الثالثة: حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف حافظها يعصم من فتنة المسيح الدجال. العادة الرابعة: قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة قارئها لا يصبح بينه وبين الجنة إلا الموت. وأخيرا: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذا أتممت القراءة اترك أثرا طيبا تؤجر عليه. سبح، استغفر، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا ادعمنا بالضغط على زر لايك ثم اضغط على زر الاشتراك في القناة.